أعلنت مصادر أوروبية عن اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع تأجيل ثالث لبريكزيت قبل 3 أيام من تاريخ الموعد المقرر لخروج بريطانيا في 31 من هذا الشهر. وعلى صعيد آخر يرتقب إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 من ديسمبر كانون الأول، وكان قد اقترحها رئيس الوزراء للخروج من المأزق. ينضم معنا من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. لبيب، ما هو المتوقع من هذا الاجتماع الذي يأتي قبل 3 أيام فقط من تاريخ الموعد المقرر لخروج بريطانيا البريكزيت؟ نعم، الاجتماع الذي بدأ في هذه اللحظات بالذات ينتظر أن يوافق بشكل رسمي من قبل الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتمديد مهلة البريكزيت إلى 31 يناير 2020 كما طلب بوريس جونسون، وذلك بموافقة فرنسا التي كانت تعارض هذا الاقتراح وتقول بتمديد أقل. ولكن هذا التمديد الذي سيوافق عليه الدول الأعضاء اليوم مرفوق على الأقل شرطين. الشرط الأول وهو عدم العودة إلى طاولة المفاوضات، وما يعني أن الاتفاق اتفاق مغلق ويجب قبول الاتفاق أو عدم قبول الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وبوريس جونسون. والشرط الثاني هو أن تستطيع الدول الأعضاء الاجتماع بمفردها للنظر في مستقبل الاتحاد. إذن هذه هي الشروط التي يضعها اليوم الاتحاد الأوروبي لتمديد مهلة البريكزيت إلى 31 يناير كانون الثاني من 2020. وقد جاء هذا القرار بعد أن تأكد الأوروبيون ابتداء من أمس بأن ربما هناك تصويت إيجابي على انتخابات في بريطانيا في ديسمبر القادم، وأن ربما سيتم التصويت على الاتفاق الموقع مع بوريس جونسون، خاصة وأن هناك العديد من المسائل التي تؤكد بحسب الأوروبيين ضمانات هذا الاتفاق. وبالتالي فينتظر اليوم أن يصادق الأوروبيون بشكل رسمي على التمديد لمدة 3 أشهر. شكرا لك لبيب فهمي، كنت معنا من بروكسل.